أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن زيارته إلى مدينة سانت كاترين تستهدف الوقوف على سير العمل بمختلف مكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، والذي يتم تنفيذه بتكليف من الرئيس السيسي في إطار مخطط تطوير المدينة ووضعها بمكانتها اللائقة من خلال تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة ذات الطابع الأثري والديني والبيئي والتراثي. وأوضح مدبولي أن زيارة مدينة سانت كاترين ستكون بداية لجولة تشمل عددا من المشروعات السياحية والخدمية بمحافظة جنوب سيناء، بما يعكس اهتمام الدولة بدفع قطاع السياحة والارتقاء بكافة الخدمات والمرافق في المدن الجاذبة للسياحة وبخاصة في سيناء.